السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد. هاي 10 حلقات من سلسلة العاب اندرويد. هاي 5 العاب لليوم. اول لعبة تقطيع فواكه، يعني لازم كلهن تقطعهن، ما واحدة تنزل. الثانية هذا شلون الحيوان يركض، لازم ما يتخب اشياء. الثالثة سيارة تخليها بالبارك، يعني بالجراج. الرابعة لعبة مثل الاكشن تقريبا، لعبة كلش حلوة. الخامسة أصوات أسلحة، يعني كل الأسلحة تقريبا موجودة. أبي هنشوف أول لعبة. لودينج. هاي البداية هي اللعبة. هاي اللعبة طريقتها. خلينا نشوف اللعبة اللي بعدها. جيم لوفت. لاي هاي اول شي هو ما يسوون اللعبة، يعني هاي مو عندي احركها، هي اول شي ما تبديه الشي. لازم ياخذ هذا الموز، ما يتخف هذول. هاي اللعب، هاي طريقة اللعب. هنشوف اللعبة الثالثة. ستارت. هنا يمشي، هنا يرجع بك، وهنا يعني تحويل بين البك وبين الأمام. هنا السيارة، وهنا توقف اللعبة. هاي أول مرحلة هيج تقريبا اللعبة نفس الشي، يعني بالبداية لازم نضرب هاي الشغلات. هاي اللعبة هنشوف اللعبة اللي بعدها. التحميل. أول شي تضغط على الشاشة لازم. هاي لازم ياخذهم، ما يطخ بدور الناس، ما يطخ بهاي الكهرباء.
هذول اللي اقتلهم. هاي الطريقة هنلعب اللعبة. هاي اللعبة الخامسة والأخيرة. هنا أول واحدة مسدسات، هنا تقطع الرجة، وهنا تقطع الصوت. هنا المخزن تعبي، ها هزير اشوف على الكاميرا. هنا عندك هاي الاشكال، تريد تقرب. تقريبا كلهم نفس الشيء، يعني كل الأشكال. نعم مثلا هذا السلاح، بعد الطريقة العفو تقدر تتنقل بين الأسلحة، وهاي الطريقة تقدر تتنقل. خلنا نشوف الثالثة، هاي هنا قلنا. هاي الرابعة، هاي الطريقة تقدر تعبي النقطة، وبهاي الطريقة هم نفس الشيء، يعني تفرج الجهاز بهاي الطريقة. هاي الأخيرة يعني آخر شي بهاي القاذفات، أول شي تسحب هاي، بعدين تسحب هاي، بعدين تطلق. يعني هاي شوية صعبة. خلنا نشوف الخامسة، هاي بومب أكشن نفس الشي، غير تعبي. هاي هنا رشاشات، هنا هواي الأشكال، هاي كلها. هاي الأخيرة، هاي أشكال كلها. هاي التطبيق عبارة عن أصوات، وهنا تقدر تروح على غير الشي، على مثلا قنبلة، العفو رمانة.
هنا هذا 60 هنا هذا بس هنا هاي نفس الرمان تقريبا هنا عندكم هذا طلق أبيها صعوبة شوي هاي الخامس ألعاب لليوم في نهاية الحلقة نسوي لايك سبسكرايب شير كومنت كان معكم سالم مع السلامة.